السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف الثالث الثانوي مع الباب السادس الدرس الثاني، ويتكلم عن الأدوات الإلكترونية. الأدوات الإلكترونية في عصرنا الحالي، منها الهاتف الذكي والتلفاز وألعاب الفيديو والحواسيب الصغيرة، جميعها مصنوعة من أشباه الموصلات وبالأخص مادة السيليكون. قد أخذنا هذا في الدرس الماضي. من هذه الأدوات التي توجد في جميع الأجهزة المستخدمة في عصرنا الحالي الضيط، أو يسمى الوصلة الثنائية. إذن أول جهاز إلكتروني هو الضيط أو الوصلة الثنائية أو الصمام الثنائي، وهو أبسط الأدوات المصنوعة من أشباه الموصلات، إذ يتكون من قطعة صغيرة من شبه الموصل ب موصولة بقطعة من شبه الموصل إن. فإذا رسمت يتكون من قطعتين، قطعة ب متصلة مع قطعة إن، ويتم وصلهما عن طريق جزء يسمى هذه المنطقة بينهما تسمى الوصلة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أن شبه الموصل ب يعالج باستخدام ذرات ثلاثية التكافؤ، بينما إن يعالج باستخدام ذرات خماسية التكافؤ، والغرض من هذه المعالجة زيادة التوصيل للتيار الكهربائي. هنا يظهر لنا شكل الضيود. إذن فهو يتكون من شبه موصل إن متصلة مع شبه موصل بي. هذه الطبقة على جانبي القطعة N و B تسمى طبقة النضوب، إذ أنه ينضب فيها أو يقل فيها حاملات التيار من الفجوات أو الإلكترونات. الضيض يوصل في الدوائر الكهربائية بطريقتين: الضيض المنحاز أمامياً والضيض المنحاز عكسياً. في حالة الانحياز الأمامي يوصل شبه الموصل السالب مع قطب البطارية السالب، وشبه الموصل الموجب مع قطب البطارية الموجب. إذن القطب السالب يتنافر مع الإلكترونات الموجودة في شبه الموصل إن، فتبدأ الإلكترونات في الاتجاه إلى طبقة الوصلة أو طبقة النضوب. كذلك الفجوات الموجودة في شبه الموصل بي تتنافر مع قطب البطارية الموجب فتتجه إلى الطبقة الموجودة في المنتصف. إذا نجد أن طبقة النضوب أصبحت مليئة بحاملات الشحنة من الفجوات ومن الإلكترونات، ففي هذه الحالة الضيض المنحاز أمامياً يوصل تيار كهربائي. أما في حالة الانحياز العكسي فنجد أننا نقوم بتوصيل شبه الموصل السالب مع قطب البطارية الموجب، وشبه الموصل الموجب مع قطب البطارية السالب. الإلكترونات السالبة تنجذب مع قطب البطارية الموجب فتبدأ تتجه إلى طرف شبه الموصل أو طرف الضيض. أيضا الفجوات الموجبة تنجذب مع قطب البطارية السالب فتبدأ تتجه إلى الطرف، فنجد أن طبقة النضوب فارغة من حاملات التيار من الإلكترونات ومن الفجوات، ففي هذه الحالة الضيض لا يوصل تيار وتكون له مقاومة كبيرة. طبقة النضوب تكلمنا أنها الطبقة التي ينضب فيها وجود الفجوات والإلكترونات أو يقل فيها حاملات التيار. الضيض له عدة استخدامات، فيمكن استخدام الضيض في أنه يعطي ضوء في حالة التوصيل الأمامي أو يوصل تيار. إذن استخدامات الضيض سنكتبها هنا: استخدامات الضيض. واحد، يبعث الضوء أي يعطي الضوء. اثنين، يحول الجهد المتناوب إلى جهد مستمر.
ثلاثة يقوم بعمل تقويم للتيار، أي أنه يجعل التيار يتحرك في اتجاه واحد. هذه هي استخدامات الضيض. طيب إذا تكلمنا عن قانون الضيض، فقانون الضيض ينص على أن الفي دي الفي بي تساوي اي ار زائد في دي. الفي بي جهد البطارية، التيار اي المقاومة ار، في دي اسمه نقصان الجهد او الهبوط في الجهد. فإذا نظرنا إلى المسألة الموجود أمامي، ضيض مصنوع من السيليكون، هذا الضيض له مقاومة 470 والتيار المار 12 ملي أمبير، وأعطاني أن الجهد أو النقصان في الجهد يساوي 70 من 100. إذن المطلوب حساب جهد البطارية، يبقى الـ VB تساوي IR زائد VD. عندي التيار بيساوي 12 ملي أمبير، سيتم تحويلها إلى الأمبير بأن أنا أقسم على 1000. فإذن 12 من 1000 ضرب المقاومة 470 زائد 70 من 100 يعطيني الناتج 6.3، هذا هو جهد البطارية. ننتقل إلى القطعة الضوئية الأخرى، القطعة الإلكترونية الأخرى، وهي الترانزستور. الترانزستور عبارة عن أداة بسيطة مصنوعة من شبه الموصل المعالج، ولكنه يتكون من 3 طبقات. إذا كانت الطبقة في المنتصف سالبة، إذن الأطراف موجبة. أما إذا كانت الطبقة اللي في المنتصف موجبة، إذن الأطراف سالبة. فأقول أنه يتكون من طبقتين من مادة شبه موصلة من النوع N على طرفي طبقة رقيقة مصنوعة من شبه الموصل من النوع B، وتسمى الطبقة المركزية القاعدة. هنا المركز يسمى القاعدة. أما الأطراف فأحدهما يسمى الجامع والآخر الباعث، ودائما يميز الباعث بوضع سهم عليه يوضح اتجاه التيار. فبناء على هذا ينقسم الترانزستور إلى نوعين. النوع الأول كما بهذا الرسم PNP، فإذا تم رسم داخل هذه الدائرة، هنا طبقة القاعدة وطبقة الجامع والباعث. الباعث يوضع عليه سهم اتجاه السهم إلى الداخل، إذن الطبقة اللي في المنتصف سالبة فالأطراف تكون موجبة. هذا النوع يسمى PNP. النوع الثاني القاعدة الجامع واتجاه السهم إلى الخارج، معنى أن الطبقة اللي في المنتصف موجبة، إذن الأطراف سالبة، فيسمى هذا النوع NPN. إذن الترانزستور نوعان ويرمز له في الدائرة بهذا الرمز. استخدام الترانزستور، يستخدم الترانزستور في تضخيم وتكبير 3 أشياء، فهو يؤدي إلى تضخيم الجهد أو التيار أو القدرة. إذن وظيفة الترانزستور فإنه يعمل على تضخيم أو تكبير القدرة أو الجهد أو التيار، وتحتوي جميع الأجهزة على عدد كبير من الترانزستور. الرقائق الميكروية، الرقائق الميكروية هي عبارة كما بالشكل، إذا فتحنا أي جهاز أو أي
جوال أو أي جهاز إلكتروني كهربائي نجد هذه الشرائح وتحتوي على قطع عديدة جدا وصغيرة ومختلفة الشكل. هذه الرقائق تسمى الرقائق الميكروية، وهي عبارة عن دوائر متكاملة تتكون من آلاف الترانزستورات والديودات والمقاومات والموصلات، وطول كل منهم لا يتجاوز الميكرومتر الواحد. وتصنع جميع هذه القطع من شبه الموصل السيليكون المعالج بإضافة الشوائب، وتستخدم هذه الرقائق في صناعة كل من التلفاز، أجهزة الحاسوب، الأجهزة الكهربائية، إذن تستخدم في الحواسيب، تستخدم في الأجهزة الكهربائية، تستخدم في السيارات، تستخدم في أغلب الأجهزة في حياتنا اليومية.